توقع محللون بالبورصة المصرية ظهور عملية تصحيح هابط للمؤشر الرئيسي في جلسة تداولات اليوم، وهي آخر جلسات تداول الشهر الجاري. تشير التوقعات إلى أن يتبع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لأداء المؤشر الرئيسي في الفترة المقبلة على أن ينهي حالة الضعف خلال جلسات بداية شهر أكتوبر المقبل. ينضم إلينا من القاهرة محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في أسطول للأوراق المالية. أهلا بك أستاذ محمد. نتحدث عن أداء البورصة ونقاط القوة والدعم، ولكن قبل ذلك دعني أسألك قليلا عن الـ EGX70. نرى على الرغم من الارتفاعات القوية في السوق المصرية والأسهم القيادية، إلا أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الأداء فيه أيضا متوسط نوعا ما، ولا يتبع الحركة القوية على EGX30. ما الأسباب؟ الحقيقه يعني اسم المؤشر والكلام اللي حضرتك ذكرتيه فسر الموضوع. يعني المؤشر EGX30 يعني بيحوي الشركات القياديه. معنى القياديه هي اللي هتقود السوق، فلما يكون في اتجاه الاسهم القياديه بتقود الاول، وبعدين بترجع الاسهم الاقل والاصغر حجما والاقل اداء في تتبع مسار المؤشر الرئيسي اللي بيحوي الاسهم القياديه. فده طبعا يعني بتحصل دايما في البورصه عندنا وفي كل البورصات، ان الاسهم القياديه بتتحرك الاول في الاتجاه المحدد وبعد كده بتلحق بيها، وده يخلينا نتوقع ان شاء الله ممكن الاي جي اكس 70 وبالتالي الاي جي اكس 100 يتبعوا حركه الاي جي اكس 30 ويحققوا تقريبا يعني مستويات قريبه من مستويات المكاسب اللي حققها الفتره اللي فاتت. طيب، ما هي المستويات برأيك أستاذ محمد التي يستهدفها المؤشر الثلاثيني القيادي خلال الفترة المقبلة مع هذا الزخم الأخير وسط إقبال المستثمرين الأفراد من أو للتحوط من تراجع الجنيه والتضخم؟ الحقيقة احنا في اتجاه صاعد، ويعني فنيا لما يبقى في اتجاه صاعد بيبقى في يعني مشاعر معينه من المستثمرين مسيطره على السوق، وده احنا ما بنتوقعش انها تتغير الا لما يبدا يحصل مؤشرات على تغيرها او تتغير فعلا بشكل حقيقي. وعشان كده بنقول دايما ان طالما في اتجاه صاعد فاحنا يعني في انتظار المستويات التاليه، دايما في انتظار المستويات التاليه. المستوى الجاي تقريبا، طبعا احنا في ارقام ما جبناهاش قبل كده، فعشان كده دايما بندور على مستويات ارقام صحيحه بيسموها راوند فيجرز، 21000 22000. دي اظن المستويات اللي هي هتبقى الفتره اللي جايه مهمه ومؤثره، وتحت كدعوم انا طبعا هنتكلم على ال 20000 نقطه وال 18000 نقطه في حاله ما اذا قرر مستويات دعم يعني عنيف او كبير شويه. طيب نحكي بالمقارنة مع حركة أو أداء المؤشر في السنوات الماضية. بتتذكر لما إذا نحكي من كم سنة كانت الأسواق العالمية كلها تتحرك، سواء ارتفاع حاد أو ارتفاع قوي عفوا أو تراجع حاد، وبقيت البورصة المصرية أداء هادئ. منذ عام وحتى الآن تغيرت الصورة. تغير هذه الصورة ولجوء العديد من المستثمرين إلى السوق المصرية للاستثمار في هذه المرحلة برره البعض بأنه بسبب ضعف الجنيه. ما رأيك، هل يستمر هذا النشاط بسبب استمرار ضعف الجنيه، أم أن هناك أيضا أسباب أخرى يمكن أن تؤثر؟ ببساطة لو بصينا الفترة سابقة سنة 2016، أنا شايف أن أداء المؤشر السنة دي مشابه بشكل كبير لأداء المؤشر سنة 2016. المؤشر بدأ من سنة 2016 يتحرك صعودا، لأن كان سعر الجنيه في السوق الموازية في انخفاض مستمر، لغاية ما جه التعويم في أواخر شهر ديسمبر 2012. فضل السوق يطلع من أول السنة لغاية ديسمبر، وجه في ديسمبر اتحرك حركة كبيرة، وبعدين خلص الحركة أو المالتيتيود اللي هو بيستهدفه نتيجة انخفاض سعر الجنيه. فأنا شايف إن احنا يعني ماشيين على نفس السيناريو تقريبا، وأظن إن احنا هنفضل مكملين شوية لغاية ما يحصل التخفيض سعر الجنيه، وهيطلع طبعا برضو السوق طلعة كبيرة زي ما حصل. يعني احنا مش توقعات دي، احنا بس بنكرر الماضي بالضبط لان تقريبا الظروف متشابهة تماما. يعني طيب، مع يعني فكرة انه الانتخابات الرئاسية المصرية ستعقد في يعني مع نهاية هذا العام، وهناك فكرة انه تأجيل
خفض الجنيه او يعني خطوه خفض الجنيه ستتم بعد الانتخابات، ما الذي تسعر الاسواق حتى هذه الفتره برايك؟ الاسعار التسعير عندنا مختلف من سوق لسوق، يعني في مجال مثلا السيارات والالكترونيات بيسعروا بسعر، وفي الصاغه في الذهب بيسعروا بسعر اظن يعني 41 42 جنيه، وفي التداولات السوق الموازيه اظن في حدود برضو ال 40، يعني يزيد شويه يقل شويه. العقارات متاخره شويه في الاستجابه لانخفاض سعر الجنيه، لكن دي برضو طبيعه الاستثمار العقاري وهو بيجي برضو في فترات لاحقه. ف يعني كل سوق ليه طبيعته وبيسعر بطريقه تسعير مختلفه. لا انا كنت اقصد استاذ محمد سوق الاسهم، ما الذي يعني تسعره من هذه الخطوات كاتجاه للعمله كتاثير على التدفقات الماليه الى السوق المالي كشهيه مخاطره؟ طبعا الناس بتحاول كله، يعني سواء مستثمرين افراد او مؤسسات بيحاولوا يتخلصوا بشكل سريع من السيوله واللجوء لاصول تحميهم من التضخم. اسهل اصول للاستحواذ واسرعها هي الاسهم، بضغطه زر بيستحوذ وبضغطه زر بيتخرج، وبعد كده بتيجي بيليها في الدور وفي المرحله وفي الوقت الاسهم الاصعب في الاستحواذ والتخرج زي العقارات مثلا بتيجي في مرحله سابقه، فده اللي بيبرر صعود السوق واقبال المستثمرين عليه في الوقت الحالي. ويبدو ان هناك مشتريات اجانب مرتفعه في السوق في هذه الفتره، ولكن اعود واسالك لماذا التركيز فقط يعني على اسهم قياديه؟ الا توجد فرص في شركات اخرى مثلا شركات تصدير شركات توريد؟ الا يوجد فيها فرص ولا بس بنركز على الاشياء المضمونه اللي بنعرف انه هي لديها تاثير على المؤشر؟ حضرتك بتجيبي الاجابه في سؤالك، يعني فعلا الاسهم الكبيره القياديه بتبقى اقل مخاطره، اسهم ماتيور احجامها كبيره تعرضها للهزات بيبقى اقل من غيرها. بعد كده الاسهم الصغيره فيها فرص طبعا، انما لما توصل الاسهم الكبيره لحاله تشبع في الاسعار يبدا المستثمرين يدوروا على حاجات ارخص لكن مخاطرتها اعلى شويه. فزي ما حضرتك قلتي موضوع المخاطره في الاسهم الكبيره بيخليها اكثر شهيه عند المستثمرين. شكرا لك محمد عبد الحكيم رئيس البحوث في اسطول للاوراق الماليه، كنت معنا من القاهره. أهلا وسهلا بك.